حاليا بنروح المطار نيويورك عشان نروح سان دييغو على طول. ف هلو جود مورنينج وينك؟ هلو احنا تونا الحين وصلنا المطار هو المطار الداخلي في نيويورك عشان نروح لمطار سان دييغو. تقريبا الرحلة اذا ما خاب ظني في ساعات. الحين انتم رايحين من الكويت للندن يا جماعة، الوضع انه ما ناخذ وايد ساعات، بس يلا شو نسوي؟ اكيد 5 ساعات ونص إلى 6 ساعات عشان نوصل سان دييغو. هذه لولو وطوي ناطرين على ما يطلعون الجناب. هاي لولو حدش بتنحى. احنا الحين في المطار عشان نروح لرحلتنا، تقريبا اذا ما خاب ظني باقي 3 ساعات شي، بس انا وايد دقيق فهذه بكثر وايد. احنا طيارتنا راح تكون على جيت بلو اللي راح نروح فيها سان دييغو. طبعا لازم احنا نحط، تخيلوا لعب بامريكا لازم احنا نحط هذا الجنطة كذي فوق، يضحك الوضع. طحصة مسكينة راحت فيها. وهذه لولو معانا. وين نزليها؟ راح نروح الحين البوابة ومع تفتيش دقيق هني. الله يعيننا. يا جماعة لازم تشوفون جوتيكم حق التفتيش الدقيق.